كوفيد 19 هو مرض نتج من سلالة جديدة من فيروس كورونا لم تكشف إصابة البشر به سابقاً، يصيب الجهاز التنفسي، وتتراوح شدة هذا المرض من نزلات البرد أو الإصابات التنفسية الخطرة، ويصاب به من مختلف الفئات العمرية. وينتشر فيروس كورونا عبر الاتصال المباشر بالرذاذ التنفسي لشخص مصاب عن طريق السعال أو العطس وملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس. أما عن أعراض مرض فيروس كورونا فهي الحمى، السعال، وضيق التنفس، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يسبب التهاب الرئة. أما عن خطوات الوقاية من الفيروس فهي الغسل المتكرر لليدين بين 40 و60 ثانية، وتجنب الاتصال القريب مع أي شخص تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، لنبقى أصحاء ونمنع انتشار مرض الكورونا.